يا مساء الفل، يعني في ضيافتي النهارده وانا في ضيافته، يعني زميلي طبعا امير هشام من الشخصيات المقربه لقلبي. يعني قلنا عملنا حلقه ديربي كده في الراديو، فقلنا اننا نطلع وبرضه نتابع معاكم وننشر على اليوتيوب ونشوف اهم الاخبار واخر الاخبار. وتحديدا احنا قاعدين بنستعد للتصوير يا امير، وبيجي لنا اخبار من النادي بالظبط، الاهلي، اعتقد بطوله مهمة جماهير جدا النادي الاهلي بشكل مهمة كبير جدا. جدا في خلينا موضوع الصراحة الطيب بيك في البداية أسامة، حبيبي. طبعا ناس من واحد من الناس اللي أنا بحبهم جدا على المستوى الشخصي، وواحد من الأصدقاء يعني المقربين ليا، ودايما على تواصل مع بعض. فمبسوط إن بس أنا اللي هو مطلعني نص ليه بس؟ إن إحنا كنا مع بعض شايفني شوية النهاردة في كده. ايوه كده. كنا مع بعض النهاردة في حلقة في ديربي، وكمان حلقة مهمة على اليوتيوب وأخبار مهمة أسامة زي ما أنت قلت. طبعا ويمكن امبارح اتكلمت في الحتة دي في الإذاعة بالتحديد في حلقة امبارح من ديربي، قلت إن الأهلي هياخد خطوات تصاعدية مهمة جدا تجاه تصريحات الكابتن هناء حمزة اللي اتهمت النادي الأهلي بالبلطجة والتزوير. وللأسف دي حاجة كانت مفاجأة جدا بالنسبة لنا كلنا، لكن الأهلي بالفعل خد الخطوات دي النهاردة من خلال إن هو اشتكى الكابتن هناء حمزة لجنة القيم في اللجنة الأولمبية، وأيضا اشتكاها النائب العام. للنائب العام، قدم بلاغ للنائب العام وحول مريم مصطفى للتحقيق، وايضا هيحاول كمان الكابتن هناء حمزه للتحقيق بخصوص ان هي عضو في عامله في بالظبط، النادي عضو الاهلي، عضو فهيتم يعني التحقيق معاها، وبناء على التحقيق ممكن يتم شطبها يعني. في مجموعة من الأعضاء أصلا يا أمير تقدموا للمدير التنفيذي الدكتور سعد شلبي وطلبوا قصة التحقيق مع هناء بالظبط حمزة بصفته عضو جماعي عموما في النادي الأهلي أساءت للنادي الأهلي. لكن النهاردة النادي الأهلي بشكل رسمي خلاص قدم بلاغ للنائب العام في اتهامات كابتن هناء حمزة اللي لعبت مع النادي الأهلي كتير، 20 سنة تقريبا وحقق 39 بطولة. كان صعب جدا إن تطلع دي منها التصريحات دي منها، واتهام بالتزوير يا أمير، والنادي الأهلي عنده صوت وصورة وتوقيع ووجود الكابتن هناء حمزه، كذلك برضو مريم مصطفى بنت الكابتن هناء حمزه. النادي الاهلي بقى بيحولها بصفتها لاعبه في النادي الاهلي بالظبط للتحقيق برضو فيما يعني ادلت بيه في الفضائيات، ولقاء كان غير موفق. يمكن طلب الزميل هنا هتحط اكتر من مره دعاء محمد تكون معاه، ولكن النادي الاهلي عنده اسس واضحه امير ان ممنوع اللاعبه تتكلم في مشكلتها، وان الاهلي بياخد الاجراءات القانونيه من خلال المسؤولين عن بالظبط المنظومه في النادي الاهلي. انا بيعجبني سياسه النادي الاهلي يا اسامه في الحته دي بالذات. يعني لو انت ايه، انت لما هتيجي تطلع ترد فهتخش في منطقه تراشق، او مش عايز بالضبط اقول تراشق، ممكن بشكل مثلا زي اللي ظهر بيه كابتن حناء حمزه، بس هيبقى فيه قيل وقال كتير جدا وتخش في جدل كبير قوي. والاهلي يعني انا بشوف ان هو اكبر من ان هو يخش في حاجات زي كده. بالعكس، انت عندك مسؤولين في النادي الاهلي، عندك موقعك الرسمي، حساباتك الرسميه على السوشيال ميديا، اي حاجه انت عايز تقولها او اي بيان انت عايز تطلعه تطلعه بشكل رسمي، لكن مش مستاهله اطلاقا ان انت تخلي مثلا فلان يرد او علان يرد من اللي هم مثلا موجودين في يعني في محل ازمات او نقاش كبير جدا ما بين الجماهير. فانا بيعجبني دايما السياسه دي بتاعت النادي الاهلي، ما تلاقيش حد طالع يا اسامه في اي فرقه او اي مسؤول جوه النادي بشكل منفرد كده يدلي بعض التصريحات، لان كثره التصريحات ممكن تيجي بنتائج عكسيه، وده يمكن اللي حصل مع الكابتن هناء حمزه ومريم مصطفى. بالظبط. ويمكن حتى الكابتن خالد العوضي كمان، يعني مدير النشاط الرياضي، راجل يعني يا جماعه بيبذل مجهود كبير جدا في الحفاظ على حقوق النادي بالظبط الاهلي بالظبط في القصه دي، والراجل رافض تماما يعمل اي مداخلات او اي لقاءات او انه يطلع يرد اعلاميا. حتى في حلقه الكابتن هناء حمزه كان ممكن النادي الاهلي يطلع يرد او يعمل مداخله، النادي الاهلي يا جماعه شايل خالص فكره الرد في الاعلام، وهو بيتعامل مع اتحاد الكره الطائره. ولو اتحاد الكره الطائره لم يحافظ على حقوق النادي الاهلي اللي موثقه بعقود، هيتم بالظبط التصعيد للاتحاد الدولي للكره الطائره، والموضوع عند النادي الاهلي اكتر من 100 ورقه امير سمعت مستند على فكره لاعبي الطايره ومريم او اللاعبه الثانيه دعاء دعاء محمد. القصه بالنسبه للنادي الاهلي محسومه جدا، والنادي الاهلي سلك الطريق ده. لكن رساله للكابتن هناء حمزه، يعني انا بيعز عليا جدا امير يكون حد لعب في النادي الاهلي بالظبط فترات طويله جدا ويبدا ينقلب فجاه بالشكل ده. انا قناعاتي الشخصيه بدل ما نروح لسكه اننا وقعنا، لا ما وقعناش، لا اصل دي مستحقات، لا ده ورق فاضي، ده ورق جديد، ده هيجمدوني، طب من الاساس كده كانت طالما تلقت مفاوضات بمبلغ مالي اكبر كانت حسمت القصه. يا جماعه انا جاي لي مبلغ مالي اكبر، شكرا، انا اروح للنادي الاخر. بالظبط بطريقه مباشره على طول، يعني مفيش اي مشكله يعني مش نقدر عارف ليه ما نتواصل، بنروحش للقصه دي برغم اننا بنتكلم عن الاحتراف. طب ما خلاص بقى يعني نختصر، يا جماعه جاي لي عقد مالي او اكبر. حتى اسامه في الاتهام بالتزوير للنادي الاهلي من قبل الكابتن هناء حمزه، خلاص روح للجهات على طول المختصه، اشتكي النادي الاهلي بطريقه رسميه، لو ليكي حق اكيد هتاخديه، بدل ما يبقى في تصريحات للاسف ما كناش نرغب ان احنا نسمعها من واحده يعني من بنات النادي الاهلي، وهي طبعا كانت لاعبه كبيره جدا. 39 بطولة. طبعا عندها تاريخ كبير جدا، وده اللي يمكن مزعل الواحد سواء هي او بعض
من اللاعبين اللي كانوا موجودين داخل النادي الاهلي اللي دايما بيكون عندهم ايه اسامه حته تصفيه الحسابات. وبالمناسبه انا ضد دايما ان يعني ابناء الاهلي او الزمالك حتى لو يا جماعه حتى لو عندهم خلافات مع مسؤولين حاليين داخل النادي الاهلي ما تطلعش ان انت تحاول تهاجم النادي اللي هو ليه خير كبير جدا عليك، بالعكس ده انت الخسران في الجزئيه اللي زي دي لانك بتخسر عدد كبير جدا من الجماهير اللي اكيد كانت مثلا مرتبطه بيك وفتره لعبك داخل القلعه الحمراء او داخل نادي الزمالك. فانا بستغرب شويه من اسلوب التفكير ده في الحقيقه، بشوف ان اللي بيعمل كده هو اللي بيخسر بشكل اكبر يعني. ولا وبيغير الصوره الذهنيه او بيلعب في الصوره الذهنيه للكيانات دي. بالظبط. الاصعب كمان يا امير النقطه اللي انا دايما بركز عليها هي فكره الكابتن هناء حمزه مش فقط ولي امر وعضو جماعه وما في النادي الاهلي، لا حضرتك مسؤوله في اتحاد الكره الطائره، نائب رئيس اتحاد الكره الطائره. فانا اول مره انا يعني في تاريخي ما اعرفش انا يعني القصه دي حصلت ولا لا قبل كده، ان يكون حد مسؤول في اتحاد يطلع يتراشق او يتهم نادي ويطلق على نادي يعني قصه تزوير وظلم وبلطجه في قضيه بنتها، واختلط الامر ما بين ولي الامر ونائب رئيس اتحاد كره الطائره. انا اتمنى من الكابتن هاني حمزه انها تقدم استقالتها من اتحاد كره الطائره وتتفرغ لقضيه بنتها، على الاقل ما يكونش فيه اي تضارب مصالح. شفنا عقود يا امير في اول في واقعه غريبه دي جدا كانت غريبه بصراحه، بتظهر على الهوا وبيتكلم عنها. هاني حتحوت سالها سؤال جبتيه منين؟ جبتي العقود منين؟ بصراحه عنده حق، هو اشتغلها يعني باحترافيه بصراحه الجزئيه دي، لان مش من المنطقي يا جماعه. هي كابتن هناء حمزه طلعت تتكلم كوليه امر، هي والده مريم مصطفى. طب هل اي وليه امر او اي حد من اولياء الامور يقدر يجيب لا العقود طب. دي في برنامج من البرامج؟ لا مستحيل. اذن هي استغلت نفوذها في اتحاد الطايره كنائبه رئيس الاتحاد، وللاسف الاتحاد ده عليه مشاكل كتير كتير جدا جدا وازمات، واخيرا موضوع طبعا السرقه اللي حصلت من عامل البوفيه للعقدين. وانا بقول لك يا اسامه اهو في مفاجات قوية جدا في الموضوع ده، مفاجآت قوية ده حقيقي، وفي ناس تم استدعائها للتحقيق وفي قصة كبيرة جدا في الموضوع ده. واتمنى ان هم يعني ما يحاولوش يلقوا بالتهم على لاعبي النادي الاهلي، لان الامور يعني مش هتضر النادي الاهلي فقط، لا هتضر الاتحاد، هتضر منتخب مصر طبعا لكرة الطائرة. فنتمنى يكون في نزاهة وشفافية في القصة دي. يعني نتطرق بقى لموضوع النادي الاهلي واتحاد المنستيرو. دايما يا امير انا بقول كل ما نيجي نلعب مع فريق عربي تلاقي بعض الاعلاميين المنتمين لأندية اخرى بيطلعوا محاولة استنفار همم الفريق للأسف. اللي احنا نواجهه للاسف. فبقول لك ايه، في مره من يومين بعد ماتش الاهلي والاتحاد المصري مباراه الذهاب، انا رايح القناه في العربيه فمشغل الراديو احدى القنوات، يعني مش عايز اقول او احدى المحطات في الاذاعه، يعني مش مهم نقول مين حتى اللي كان بيتكلم، لكن لقيت نبره غريبه بالنسبه لي، اللي هو ايه كان المفترض ان فريق الاتحاد المصري يبقى افضل من كده بكتير. طب انت زعلان ليه؟ يعني انا عايز افهم، يعني احنا النادي الاهلي ده مش نادي مصر يا جماعه ولا انت شايف ايه؟ ما هو نادي مصري، إيه؟ نادي مصري، نادي اكتر نادي جايب لك بطولات في مصر واكتر نادي محقق انجازات قاريه وعالميه، النادي الوحيد اللي شارك في كاس العالم للانديه. ايه اللي يخلي واحد يزعل على ان النادي الاهلي كسب الاتحاد المنستيري في تونس بجهاز فني جديد، بناس كانت ممكن تكون متوقعه الاهلي يظهر بشكل أسوأ او شكل وحش مش بالشكل الجيد اللي ظهر بيه مع كولر؟ انا بس اللي مستغربه، يعني طب ايه المشكله يا جماعه؟ انتوا دلوقتي الاهلي عمل ماتش كويس وكسب وبيقترب من التاهل، ليه نبره الحزن اللي انا حسيتها؟ فاهم يا اسامه في القصه دي غريبه جدا ليه؟ بالنسبه لان لي. هم كانوا متوقعين ان الاداء سيء، رغم ان مثلا لو الزمالك، والله العظيم بالعكس عادي مفيش مشكله، الزمالك بيمثل مصر الكلام من ده، يكسب مباراه يكسب مباراه، او حتى لو كسب لازم نديله حقه. انا بس اللي ما بيعجبنيش انك تديش الاهلي حقه حتى لو انت زملكاوي، طالما انت في اعلام محايد. بالظبط هي القصه دي، انت في اعلام محايد لابد ان تتمتع بالحياد وتكون على مسافة عادلة. أنا مش بحب على مسافة واحدة دي، بحب دايما أقول على مسافة عادلة من كل الأندية، لكن هي في النهاية ممكن يكون النادي الأهلي فاجئ بالنتيجة، فاجئ بالأداء، مدير فني جديد وقدر يحقق الفوز، لكن هتخلص من الاتحاد المنستيري وهتلاقي إعلاميين دايما في أي موقف مع شمال أفريقيا يبدأوا يستثيروا الجمهور. وشفنا الكلام ده حصل في واقعة الترجي، شفناه في الهلال السوداني، بيتكرر مع الاتحاد المنستيري، لدرجة إن الإعلام التونسي بدأ يتكلم عن بعض الإعلاميين عندنا هنا إن هم بيقللوا من شأن الاتحاد المنستيري. ولكن النادي الاهلي ان شاء الله لعبته قادره على انها تلعب بروح قتاليه عاليه جدا وتؤكد ان شاء الله الفوز في القاهره وتصعد لدور المجموعات، لان النادي الاهلي الطبيعي اخر 6 بطولات يا امير شارك في 5 مباريات نهائيه من الـ6 وقدر يحقق بطولتين، يمكن كنا نتمنى نحقق اكتر من كده، لكن الظروف في بعض الاوقات كانت مش في صالح الفريق، واحيانا كان بيبقى تقصير من عندنا من الفريق. لكن خلصنا من الاتحاد المنستيري،
ماسكين في برونو سافيو بقالنا تقريبا من ساعه ما تعاقد مع النادي اه الاهلي، ده من قبل رغم ما ان احنا تفهم عندنا 3 صفقات يا جماعه، هم 3 صفقات يا حاجه جماعه، حاجه غريبه ماسكين في واحده منهم ليه؟ يعني. الكابتن احمد حسام ميدو بحترمه وبقدره جدا، لكن في كل الاحوال بقاله حلقتين مركز مع برونو سافيو، اه يعني اللي هو ايه عنده تقريبا نص ساعه ما او عشان اكتر لسه راجع، مخصصه ما هو لو راجع من بدري كان اكتر من اه حلقتين. ممكن بقى. لكن يعني مركز قوي في موضوع برونو سافيو. طب يا جماعه ما ننتظر ونشوف العقوبات. دايما بتحس ان في محاولات ان انت مش عارف تجيب فلان الفلاني اللي هو مش عارف رئيس لجنه الحكام ويطلع مش رئيس لجنه الحكام، تجيب مش مكان بقى على ميدو بس حتى يعني. تجيب مش عارف الراجل الرئيس بتاعت اللجنه بتاع اللجنه الانضباطيه في الاتحاد البوليفي لكره القدم. جبنا كل الاعلام البوليفي وجبنا كل حاجه في بوليفيا، اعتقد احنا بقينا حافظين كل حاجه في بوليفيا دلوقتي ده من ساعه ما حقيقي. الاهلي تعاقد مع برونو سافيو. طب يا جماعه ايه المشكله ما ننتظر ونشوف هتتعمل رحلات سياحة لبوليفيا كمان؟ دلوقتي. طب هننتظر ونشوف يا جماعه ايه اللي هيحصل مع برونو سافيو، بدل ما دايما نحاول نخلق حاله من حالات القلق وخلق ازمات بالنسبه للاهلي والجمهور لا نفسه واتهام يتقتل. الاهلي نفسه، يعني القصه حصلت في اخر مباراه للاعب ده، والنادي الاهلي كان بيتفاوض معاه يعني، ولاعب اتطرد في تاريخه كله وعنده 28 سنه، ثلاث مباريات، 3 كروت حمراء، تمام؟ منهم فالقصه الاخر ماتش ده. منهم اخر ماتش، فالقصه ان النادي الاهلي تفاوض مع اللاعب قبل المباراه دي، ودي كانت اخر مباراه يلعبها اللاعب، واللاعب طلع اعتذر، والقصه ما فيهاش اعتداء ولا فيها ضرب، بالظبط. القصه كلها سوء سلوك، وده اللي كتبه حكم المباراه في تقريره الاول، وبرونو سافيو اعتذر. واعتقد خلال الاسبوعين دولت برونو سافيو يتواصل مع اللجنه التأديبية ان شاء الله. انا بشوف من الاول وقلت ان العقوبه هتكون 3 مرات على ده اقصى اقصى حاجه، ده اقصى بالظبط. حاجه ومش هتاثر على اللاعب، ربما كمان ال3 مباريات دول ما يتطبقوش عليه هنا في مصر، ده مش خلي بالك. هيطبقه لان هو اه اصلا طبق 2 منهم هناك. اوريدي يعني، حتى لو توقف هيبقى ماتش واحد هنا، ده بالظبط. لو يعني توقف محليا، لكن قاريا هيلعب بالمناسبه، مش هيكون عنده اي مشاكل على المستوى القاري، هو ممكن توقف مباراه ومحليا واحده. 3 مباريات ايضا. اللوائح بتقول ان انت عشان يتم ايقافك في الدوري ويتم ابلاغ الاتحاد الدولي بالايقاف لازم يتخطى عدد مباريات الايقاف 4 مباريات او بالظبط يعدي 4 شهور بالظبط من كده. 6 شهور. فموضوع برونو سافيو يا جماعه محسوم ومفيش اي مشكله فيه خالص، واللاعب موجود. انا عاجبني بدايته قوي يا اسامه مع الفريق، مش بقيمه ولا بقول البدايه جباره، لكن حاسس ان اللعيب عنده شخصيه في الملعب، عنده ثقه كبيره جدا جدا في امكانياته ومهاراته، وده بان في مباراه الذهاب مع اتحاد المنستيرين. ايه رايك؟ انا شايف كده، وشايف ان هو لعيب بيرفع كوره كويس، واحنا بنفتقد المهاره دي في الجانب فعلا الامامي، فعلا ونتمنى ان شاء الله في شهر اداؤه يناير سريع قوي كمان. نتمنى في شهر يناير النادي الاهلي يحسم صفقه المحترف الخامس، لان ده مهم جدا، ويكون عنده لازم السرعه والمهاره. واتمنى نستغل لائحه تحت السن امير، مهمه جدا طبعا جدا جدا، خاصه في بطوله افريقيا. طبعا انت هتشارك ب5 لاعبين، لكن وارد جدا يكون عندك اصابه لاعب، فتقدر تصعد لاعب من الناشئين يلعب في الدوري، او انك تشارك في افريقيا ب6 او 7 لاعبين، زي بنشوف انديه زي الترجي بالظبط وانديه زي بالظبط. الانديه المغربيه والجزائريه بتشارك بالقصه دي. واللي انا عايز يعني حاسس انه ممكن يكون مكسب اكبر بكتير من قصه الموسم الماضي، واتمنى ده يحصل، هو بيرسي تاو. انا براهن عليه، يعني عنده انا براهن عليه امكانيات، بصراحه. عنده امكانيات كبيره جدا، لكن ما كانش موفق الموسم الماضي بشكل كبير، من اصابات لبعض الامور انت عارف انا النفسيه. عاجبني اصراره هو في البقاء داخل النادي الاهلي، وان هو عايز يعني يوصل صوره او الصوره الحقيقيه عن بيرسي تاو لجمهور النادي الاهلي، حريص جدا على كده بالمناسبه. يمكن مدرب الاحمال اللي كان متواجد مع بيتسو موسيماني كان ادلى بتصريحات لصحف او مواقع في جنوب افريقيا، وقال ان بيرسي تاو لا يعاني من اي اصابه مزمنه. بيرسي تاو في فتره النادي الاهلي بيتسو موسيماني اتصاب، الاصابه اللي هي كانت في يناير اللي طولت دي قبل، اللي خلته يغيب عن كاس كاس العالم العالم للانديه، وده من وجهه نظر اثر على نفسيته كتير، لان اللاعب ده كان جاي عايز عايز يلعب يلعب كاس كاس العالم. العالم للانديه. اما الاصابه الاخيره هو بيقول ربما يكون ان ضغط المباريات، ربما يكون عامل السن، ربما يكون تغيير الاحمال التدريبيه، لان انت عارف كل جهاز فني بيجيب احمال تدريبيه مختلفه، فبالتالي ممكن ده بيأثر على بعض اللاعبين بالاصابات. اقول لك تاريخ اصابات بيرسي تاو بالظبط بشكل سريع. اول حاجه بيرسي تاو، عشان الناس برضو اللي بتتكلم على اصابه مزمنه، بيرسي تاو جاي من جنوب افريقيا، لما الاهلي اتعاقد معاه كان عنده الضمه، اصابه اجهاد في الضمه، الموضوع زاد معاه فغاب. ادي اول غياب. تاني غياب لما جاله اصابه في العضله الاماميه في رجله اليمين، اتعالج منه ورجع اللي هو بعد غاب كده، عنه كاس العالم اللي هو للانديه. غاب عنه كاس العالم تمام، اتعالج فيها 3 اسابيع. بعد كده لما رجع جاله في العضله الاماميه في رجله الشمال، شد في العضله الاماميه وخف منها يا اسامه. وبعد كده ايام سوارش طبيب النادي الاهلي بلغه قال له بيرسي تاو ما ينفعش يلعب اكتر من 60 دقيقه، يعني من 45 ل 60 دقيقه. بيرسي تاو لعب كام دقيقه في الماتش ده اللي اتصاب فيه تاني او تجددت فيه الاصابه؟ 94 دقيقه. ده السبب الرئيسي في عوده اصابه بيرسي تاو في العضله الاماميه في رجله الشمال، لكن حته اصابه مزمنه ده كلام غير حقيقي بالمره. ان شاء الله يعني يكون موفق الموسم اللي جاي، لان عنده امكانيات كبيره فعلا. بالظبط طبعا. وانا دايما بقول المحترفين او الهلاك، لان انا بشوف ان الجوده هي في المحترفين، اكيد بشوف ان اللعيبه اللي في النادي الاهلي مفيش لعيبه افضل منها بره، الا ممكن تلاقي في المنافسين زي الزمالك وبيراميدز،
او بالكتير فيوتشر، مع ان انا بشوف الزمالك وبيراميدز فيها عنصر او اتنين، وبرضه بيراميدز عنصر او اتنين، وصعب ان هم يستغنوا عن اللعيبه دي. فبالتالي انت لعيبتك افضل، لعيبتك وصلت لمنصات التتويج، وصلت لنهائي افريقيا 3 مرات على التوالي، فده شايف ان راحتهم ده هتكون افاده، والمحترفين هم اللي يقدروا يصنعوا الفرق. مبسوط بأداء علي معلول في مباراه الاتحاد طبعا الاستيري بعد فتره كده كان فيه اهتزاز مستوى وتراجع، والله حتى وهو مهتز يا أسامة مفيش افضل مؤثر منه. اه طبعا مؤثر هو مهتز، مؤثر مفيش افضل أفضل منه جدا. طبعا. فان شاء الله خير. انا سعيد يا امير ان انا وأنا كمان كنت يا معاك أسامة النهارده، عملنا حلقه في الاذاعه كويسه يعني، اتمنى الناس تبقى إن شاء هنبقى الله ننشر اجزاء منها على إن قناتنا، شاء الله وتابعوا قناه امير بقى ان شاء الله يعني على اليوتيوب، حبيبي وان يا شاء أسامة الله دايما كده نكون اعلام قوي للنادي الاهلي، ونقدم صوره فيها انحياز بموضوعيه، لان القصه كلها في اللي انا بشوفه ان قناه النادي الاهلي او اعلام النادي الاهلي اللي اتربينا عليه ان انت لما تكون منحاز للنادي الاهلي ده شيء طبيعي جدا، ولكن تكون موضوعي ويكون الامور بالظبط، دي اهم فيها حاجه صدق. الموضوعيه، بالظبط كده، لان الموضوعيه هي بتحسم الجدل وتسيب الحكم وفي نفس الوقت للمشاهد. بتحترم كل الانديه، لكن انت اكيد بتتناول القضايا بمنتهى الموضوعيه، وده اهم شيء. طبعا بشكرك يا اسامه، كنت مبسوط جدا حبيبي. ان انا كنت موجود معاك، ومش انا اللي هقول بقى للناس تتابع اسامه، المفروض اسامه هو اللي يقول للناس لا حبيبي يا جديد امير، شويه على اليوتيوب. ربنا يخليك حبيبنا فبشكرك يا برضه اسامه، ان شاء الله تتكرر مره حبيبي. تانية. ان شاء شكرا الله يا ان جماعه، شاء الله السلام اشوفكم عليكم. على خير، والاهلي السلام دايما منتصرا، الاهلي فوق الجميع. سلام.